هي شهادة. ما فينا نعتبر عقد زواج. بعده. وقعت؟ ماشي. أنتِ تنطري فرصة لتلمسيني؟ ماني، لازم تروح على المستشفى لأنه إيدك بدها علاج. مستشفى؟ عم تمزحي؟ مشان جرح بسيط؟ ماني، ما قدرت تمسك الألم، مانو بسيط، الدكتور بيحدد. طيب بروح. بس بشرط واحد. شو هو؟ انك تقبلي نانديني. اسفي. ايه؟ مجنون. هلأ تجاوزت حدودك. روح. بدي أتشكركم يا شباب، جيتوا بالوقت الصح. لو ما اجيتوا انقذتوني كنت ما شفت وشه لهارشاد وهو خسران بهي الطريقه. ها كيفكن يا شباب؟ برايي نحن نعرف إنه هارشاد بيكون أخوكي ورح يكون منيح، بس هذا الصح، أكد لك هالشي تمام؟ ها؟ إيه، بس لا تزعلي، اضحكي يلا شباب، خلص بكفي زعل، تعالوا نتعانى كلنا سوا، يلا نشوف، صح موكتي؟ ايه احلى شلة. بس دقيقة وحدة. ولا ديروف، شو صافين؟ تعا يلا شباب. نافيا، خلينا نروح، اتفقنا؟ نافيا، أنا بوصلكم. شو؟ موكتي؟ إعادة تأهيل، حسنة واحدة باليوم رح وصلهم، إيه؟ غريب، شو بكم؟ ليش عم تضحكوا علي؟ ما عم نضحك عليكي، أنت غلطانة، طريقك خدي معك شي كيليين لطافة. صرتي الأم تيريزا، يلا شوفكن. ماشي، ديري بالك منيح. تعالوا يلا كبير، عطيها فرصة، لأنه إذا هي بدها فرصة فتركها. إيه شو قلت لها أنا؟ Thank you.
كنت عم بقول. باي. شو مكمل القصة؟ كابير القديم هلأ رجع بام فجأة وكتير بسرعة. خالتي شو صار لها؟ أنا ما بدي أحكي عنها. إيه مثل ما بدك. لو سمحت بدي كاسة. لا شكرا، مو جاي عبالي اي شيء. هي مو لتشربي، من شان تمسحي دموعك. شو هاد شاي؟ لانه انا ما لقيت مي هون فجبت هي. برايك كيف بدي اقدر اغسل وشي بالشاي السخن ديرو؟ رح برده بدقيقتين، ما بطول عليكي. انت مجنون. انا قدرت ضحكك، بستاهل التضحيه. الشيء اللي عملناه بيستاهل حفله. ايه اكيد حفله كبيره. اكيد لازم نانديني شو نانديني؟ انت اشتقتي لماني فرجعتي بسرعه؟ بس سؤال. بقي موبايلك بالسياره فاجيت لارجعه. ايه صح، موبايلي بقي بالسياره لإلي. قبل ما تساووا الحفلة خدوا رفيقكم لحتى يطمن على إيده. طبعاً نانديني. ماني سمعت؟ الست نانديني إجت لهون خصوصاً لتقلنا ناخد رفيقنا على المشفى لحتى يضمد إيده وإلا رح يتأذى. إيه كبير أنا سمعت، ريح حالك. صح نانديني، جاكيتك حلو. مو قصدي إنه ترجعيه هلأ، خليه. إذا بدك رجعيه وإذا بدك خليه معك. فتلت؟ شو؟ ولا شيء، امشي امشي. نافيا اشربي. نافيا ستي كانت تقول انه الحليب مفيد كتير، اشربي شوي رجاءا. انتي اذا شربتي رح تتحسني، وعد. ما بدي. نافيا آسفة، علاقتي بالفاب فايف ضرورية كتير. كل مرة بجي لأحكي لك عن حقيقة هارشاد الوسخة ما بتسمعيني أبدا. كل حبي
وكل ثقتي غلط، كل شي كان كذب. اعتبريها تجربة وانتي خلصتي منها على خير كمان. بدي روح لمكان بعيد يا نانتيني، لمكان بعيد كتير. وأخيرا شيرز. شباب، أنا بظن ما في شيء بالعالم أطيب من المشروب، بس لازم أعمل بحث عنه. إذا هنن بيحطوا بيرة بداله للسيروم بصير أطيب بكتير. ما بيهمني المشروب، أحسن شيء هو إنه رجعنا سوا مرة تانية. هلأ ما في أي مشاكل، ارتاحوا بس. تذكرت شغلة، عندي شيء لإلكن، شوي وراجع. طيب. خدي وقتك. أيمن كيفك؟ منيح. بدك تحكي شيء؟ لا. ولا شيء؟ لا. أنت متأكد؟ إيه. قلت له ما في شيء. متأكد. طيب وناديني. لا عادي. هات فقد الذاكرة. استنى. في تطورات. الرسالة. ليكو شو جبت لكم؟ يلا تعالوا لشوف. خلونا نشرب شامبانيا. أوه شامبانيا. نفدت. آليا تعالي. يا شباب صحتكم. لحظة، أنا كنت عم فكر إنه لازم تحتفل معنا اللي ساعدتنا بخطتنا اللي نجحت. أكيد نحنا لازم نعزمها على الحفلة. نانديني مورتي. بعد كل شيء هي ساعدتنا كتير ولازم تحتفل معنا. شو قلتوا؟ معي حق ولا لا؟ معك حق. ماني، لازم نعزم نانديني. شو ديروف؟ موكتي، هيك رأيك؟ أنتي تكرهيها صح؟ ايه صح، بس ديروف بيحبها، شو أعمل؟ وهالشي أهم. ها أكيد ديروف. يلا اعزموا نانديني لشوف. ايه ديروف بظن لازم تروح تجيبها. يلا روح. بس لازم دقلها وشوف إذا بدها تجي. بربك شو مشكلتك؟ مو دائما متصح لك هيك فرصة. يلا روح جيبها بسرعة وفاجئة. ثانية. خذ أعطيها إياها. آليا اشرحي له. ديروف معها حق. روح وجيبها. شباب إذا ما بده يروح حادي خلوه براحته. ماني فيه يروح يجيبها، صح ماني؟ ماني يروح يجيبها؟ ديروف بيروح بيجيبها. ديروف مو دائما بتصح لك هالفرصة. يلا روح روح جيبها. آليا تعي. رفيقي آسف، حاولت. منيح.
وأخيرا نامت نافيا. يا رب دخيلك سعادة لنافيا. نانديني انزلي بسرعة، لازم نروح. ليش؟ شوفي كل شي منيح؟ ماني منيح؟ ايه كله منيح، انزلي يلا بسرعة. طيب اطلعي، نحن ناطرينك لنحتفل. ديروف، هي جمعة لفرقة الفاف فايف. ما بعرف، رح كون غريبة. غريب؟ هي الحفلة من شانك انتي، ما مننبسط بلاكي. يلا نافيو زعلانة، هي بالزور نامت، وما بظن انه فيني اتركها لحالها. انتي بتضلي خايفة على الكل. خايفة؟ على مين؟ على نافيا وماني كمان. ايه ايدو متأذية كتير. معك حق، أنا بخاف عالكل وعليك ديروف. قلي أنت منيح؟ إيه أنا منيح كتير، شباني ليش؟ أنا ما بدي أحكي عن هالشي. وقت أنا رفضت عرضك وزعلتك. نانديني ديروف، عن جد شكراً كتير، ما سمحت لمشاعرك تتدخل بصداقتنا وتنزعها. ديروف، انتي قصدك انه هلا ما في اي امل ابدا؟ امل؟